دكتور، من ناحية طبية أكثر الأشياء اللي يندم عليها الناس ممارسة الرياضة والغذاء الصحي، تتفق معي؟ نعم 100% رقم واحد. شوف، إحنا بنرجع لنفس الدائرة تاعت إنه كل شيء قاعدين بيعملوا عليه أبحاث حالياً لمعرفة الآثار المتراكمة من عمر صغير، وهذا هدفه بالأساس زي ما حكينا لتنبيه الأجيال الجديدة ولتنبيه الناس الصغار في الأشياء اللي ممكن وقايتها للمستقبل طبعا. وأهمهم طبعا زي ما حكينا إحنا موضوع الغذاء الصحي والأكتيفيتي أو فيزيكال أكتيفيتي، الرياضة. هلأ معظمنا خلينا نحكي طبعا هي تعتمد أكثر على عادات مجتمعات يمكن أكثر ما إنها من ناحية صحية إحنا ننظر لها. في ناس تعودت إنه يكون عندها حياة صحية، نظام غذائي، نظام رياضي، في ناس مهمل هذا الجانب كلياً. طبعاً من ضمن هاي الدراسات الجديدة اللي إحنا شفناها طبعاً، اللي هي الدراسة اللي حكينا عنها قبل شوية، إنه لقوا إنه فعلاً مرتبطة بالعامل يعني من العامل التحصيل العلمي والعامل التفكيري والذاكرة، مرتبطة من ناحية طبية بأمراض جدا تتعلق بالقلب، تتعلق بالسكر، تتعلق بالضغط، اللي كلها منواجهها بعمر متأخر، لو إنه إلها علاقات مباشرة وغير مباشرة بموضوع الفيزيكال أكتيفيتي، الرياضة، موضوع الغذاء. جودة الحياة.